بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. لو سألوك عن النادي الأهلي قول لهم الأهلي بالنسبة لنا هو الحياة، الأهلي يعني الروح والأمل والحلم، الأهلي يعني التاريخ والنجاح، الأهلي هو مصدر الإلهام والفرحة والحماس. في الأهلي اتعلمنا وتربينا على إيه؟ على حب الكيان، كبرنا وعرفنا واحترمنا المبادئ والأخلاق، عشان كده يظل النادي الأهلي دائما هو نادي المبادئ والأخلاق.